إلى فلسطين، حيث استشهد اليوم وزير شؤون الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية زياد أبو عين بسبب تعرضه للضرب على يد قوات الاحتلال خلال احتجاجات نظمتها لجان المقاومة الشعبية في قرية ترمسعية شمال رام الله. وقالت وسائل إعلامية إن الشهيد فارق الحياة متأثرا بإصابات خطيرة بعد تعرضه للضرب على صدره بأعقاب بنادق جنود الاحتلال وبخوذة عسكرية على الرأس في المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال. معي للحديث حول ملابسات استشهاد أبو عين ودلالات ذلك مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان السيد فؤاد خفش. سيد فؤاد خفش، كيف تنظر لاستشهاد الوزير ومدى مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن اغتياله؟ يعني بداية أنا في هذا المقام لا أتحدث عن شخصية عابرة، أنا أتحدث عن صديق مقرب، هو أحد الأسرى الذين عشت معهم لمدة 6 شهور متواصلة في ذات القسم وذات الخيمة، أيضا عملت معه طوال 8 سنوات بشكل يومي وحثيث في وزارة شؤون الأسرى والمحررين، حيث كان هو وكيل الوزارة وأنا كنت مديرا عاما في هذه الوزارة. يعني بعد ذلك بقينا على اتصال، يعني يوم أمس كانت لي محاكمة عند السلطة الوطنية الفلسطينية حيث أني أرفع قضية على السلطة لفصلها لي عن العمل. أحد الشهود في هذه القضية هو زياد أبو عين القيادي الفتحاوي الذي اعتقل، سلمته أمريكا إلى إسرائيل عام 1979، هو من المناضلين الفلسطينيين القدامى رغم أن عمره لم يصل 50 عاما، يعني كان معتقل في أمريكا، أمريكا سلمته إلى إسرائيل، بقي في السجون من 79 حتى 85، خرج في صفقة التبادل وعاد لممارسة النضال الوطني الفلسطيني، وكان هو أول معتقل إداري فلسطيني مع اندلاع الانتفاضة، وفي الانتفاضة الأولى انتفاضة الحجارة، وخلال انتفاضة الأقصى كان يعني مناضلا شرسا. اعتقل من منزله القيادي مروان البرغوثي، مروان البرغوثي الذي كان يعني مطاردا ومطلوبا، هو الذي كان يأويه. نحن لا نتحدث عن شخصية وزير عادي أو وزير يعني كباقي الوزراء، نحن نتحدث عن مناضل عريق من عائلة عريقة، قدم الكثير، اعتقل، أبعد، ضرب، سلم من أمريكا إلى الاحتلال، واليوم في هذه المواجهة. يعني يوم أمس حدثني عن هذه المسيرة وقال يوم غد يوجد لدينا مسيرة ووقفة وستكون حاسمة، تحدث إلى كل وسائل الإعلام حول أهمية التغطية، وكان يوما حاسما حيث كان آخر أيام عمره بعد أن قام جنود بدفعه وخنقه واستشهد نتيجة الغاز الذي أطلق على هؤلاء المتظاهرين. طيب فؤاد، يعني نظرا لتاريخه النضالي الطويل، هل هناك شك بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد تكون تعمدت اغتيال زياد أبو عين؟ يعني عمليا لا نستطيع أن نضع الأمور في هذا السياق، يعني لم تتوقع إسرائيل أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة، هي تقمع كل المتظاهرين، هو حيث كان يتصدر هذه المسيرة، حدثت مشادة وعراك بالأيدي ما بينه وما بين الجنود، حاول أحد الجنود خنقه وأطلقت القنابل الغازية، وأنا أخي أعلم هذه القنابل وأعلم مدى ضررها، يعني أنا شخصيا يعني كدت في مرتين أن أفارق الحياة نتيجة استنشاقي لهذا الغاز، فتخيل كميات كبيرة من الغاز مع جهد ومحاولة خنق، يبدو أن غاز كمية كبيرة من الغاز دخلت إلى يعني الاحتلال الذي يتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة والمباشرة جراء اغتيال واستشهاد واستهداف هذا القائد الوطني الفلسطيني الكبير. وزارة الخارجية الفلسطينية دعت إلى تحقيق دولي حول ملابسات اغتيال الوزير، هل من جدوى؟ يعني يسكتوا أحسن لهم بالعامية، بنقولها بالفلسطينية. لماذا؟ تحقيق دولي وتحقيق محلي، جريمة اغتيال واضحة، الكاميرات 1000 كاميرا كانت لأكثر من 100 صحفي كان موجود هناك، يعني هاي جريمة ايش تحقيق، يعني تحقيق على شيء مش مبين، تحقيق على موافقة طريقة اغتيال الحريري، تحقيق على شيء غير معروف مين اللي وراء، عمليا هذه عملية قتل مباشر، عندك 100 كاميرا، عندك أكثر من 100 صحفي كانوا موجودين في المكان غير شهود العيان، يعني التحقيق يكون في شيء غير واضح، يا أخي الكريم، السلطة لازم تتخذ موقف واضح ومباشر، السلطة لازم الآن تعلن عبر كل وسائل الإعلام وبشكل رسمي وقفها بداية للتنسيق الأمني، مقاطعة الاحتلال بشكل كامل، والدعوة للانتفاضة حقيقية وترك هذا الشعب يقاوم. التنسيق الأمني هل تأكد بأنه بأن قرارا
بوقف التنسيق الأمني قد اتخذ من قبل السلطة الفلسطينية حتى الآن؟ لا يمكن، لا يمكن يا أخي الكريم يا عزيزي. 2500 شهيد استشهدوا ب 51 يوم جراء حرب غزة الأخيرة، ولم يقف التنسيق الأمني، ولم يقف هذا الأمر. هل تريد استشهاد زياد أبو عين أن يوقف هذا الأمر؟ هل زياد أبو عين المواطن الوزير الشخص الرائع المناضل أفضل من 2500 واحد؟ يا أخي هذا كلام الاستهلاك المحلي فقط مشان يضبط بعض الناس. قالوا مسؤول بلحظة عصبية، بكرة الرئيس بكل شو اللي قلته بعد قدام الناس على ما قال. إحنا بنحكي بلغة واضحة وبلغة لا تقبل التأويل. هذا يعني الأمر يعني لن يكون، لأن الإرادة السياسية لا تتوفر لدى القيادة الفلسطينية الحالية. أشكرك. مواجهة الاحتلال. أشكرك شكرا جزيلا مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد خفش، كنت معي عبر الهاتف من رام الله.